جدو جدو ازيك يا حبيبي؟ انت وحشني قوي قوي قوي. انت بتقرا ايه؟ كنت بقرا قصص الابطال. الابطال دول بيعملوا ايه علشان يبقوا ابطال؟ بيطيروا وبيضربوا وبيحرقوا. ايه ده ايه ده؟ دي حاجه تخوف قوي. ليه يا جدو؟ عشان الابطال اللي بجد امال للناس. الابطال اللي بجد ما بيطروش، بيبقوا واقفين ثابتين على الارض. هما الابطال دول ليهم حدوته برضو؟ قول حواديت. شايف النتيجه دي؟ عارف التاريخ ده؟ 25 يناير حكايه الابطال الحقيقيين اللي وقفوا جنب بعض ومسكوا ايدين بعض فبقوا سد منيع محدش يقدر يعديه ولا يجده. زمان يوم 25 يناير سنة 1952 في محافظة الإسماعيلية، وكان المحتل سايق في جبروته. تاني وسائل اترك الأطفال، تاني وسائل اترك الأطفال، اتركوه. تفضل. أنت ماذا تريد؟ ألست تاجر المؤونة؟ لما لم ترسل مؤونة المعسكر؟ إنني لا أطعم المحتل وإن قضيت العمر خلف أسوار السجون. أصمت! وأنت هناك كيف تعلمين تلاميذك تلك الأغاني المغرضة؟ إنا نغني للوطن، نولد نغني للوطن، ونموت ونحن نغني للوطن. يا حسام. نعم أستاذتي. فلتغني ما تعلمت اليوم. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، ومجرى النيل في الوادي الخصيب. تفضل! أوقف الصغيرة هنا، احضرها هنا. أين تذهبين؟ دعني وشأني، دعني وشأني. دعها تذهب يا خواجة. أبي مريض، كنت أشتري له الدواء. كاذبة! صدقها، إني أداوي أباه وقد طلبت منها الدواء. تكذبين. اتركها، أليس في قلبك رحمة؟ والدواء في هذه الزجاجة؟ أجل دواء، دعها تمر. دواء؟ إذن فلتشربيه، اشربيه. فاطمة! فاطمة! فلتتوقفي! حمزة! لما ظهرت؟ حمزة! سيد الفدائيين وإخوته! هكذا يكون الانتصار! تمسك الطعم فتظهر الفئران! إن كلمة الفئران تطلق على من يفرون حين يسمعون تلقة رصاص واحدة! إننا نهاب الموت! نفدي أهلنا! الفأر هو من يهدد النساء والأطفال والعجائز! اقبضوا عليهم جميعاً! تفضل! أنتم جميعاً موقوفون! لا تستطيع! من تكون؟ ضابط من أهل مصر. هل تعرفهم؟ أيهم يخصك؟ جميعهم. تلك جارتي، وهذا أبي، وهذا أخي، وهذه أختي، وتلك ابنة خالتي. أما الصغار فإخوتي. كلهم؟ جزء من عائلتك؟ كل شعب مصر جزء من دمي. هن سيدات مصر وشرفها، هن يشبهن الوطن، لا تدنسه أبداً يد الغزاة. أنت تدافع عنهم إذن وإن أمرت بقتلهم؟ إن تمس شعرة من أي مصري هنا تصبح روحي وأرواح رجالي ثمناً ضئيلاً من أجل سلامتهم. فلتكن روحك إذن ثمناً لهم. وإذا مسسته لن تنام الليل يوماً آمناً. فاحذر أن تمسه. إننا جميعاً نفدي بعضنا. نحن دم واحد وجسد واحد ويد واحدة. ويد واحدة! هو يحمينا ونحن نحميه. نفديه بأرواحنا. فإذا مسست مصرياً هنا فقد عاديتنا جميعاً. أبطال، أنتم جميعاً أبطال. إذن فالوصول إليهم لن يكون إلا من خلالك، والوصول إليك لن يكون إلا من خلالهم. إنا أقسمنا أن نحمي الوطن أرضاً وناساً. أنت تتحدى إذن جنود!
وبعدين يا جدو عمل لهم ايه؟ قال يفرقوا يمكن يضافوا. لف للظابط وقال له سأمنحك فرصة أخيرة، اصعد أنت ورجالك إلى هذا المبنى وانزع قطعة القماش أعلاه، ثم اصحب رجالك إلى محطة القطار ولترحلوا إلى القاهرة. لا ترحل، إن تركتنا قتلوا الرجال بل سيقتلنا جميعا. انتظر ردك، فرصتك الأخيرة للحياة أنت ورجالك. في الرفض دمرنا المدينة بأكملها، وإن قبلت الرحيل أصبحوا جميعا في أمان. قطعة القماش التي تتحدث عنها هي علم مصر، لا يقدر مخلوق أن ينزعه من أرضها وإن كنت أنت، وهذا القطار يستطيع أن يصحبك أنت ورجالك خارج أرض مصر. لن تغادر إذن. الضابط المصري لا يغادر موقعه، بل يموت حتى يحمي أرض مصر وشعبها. يا جنود، لنستعد للهجوم وبكل الأسلحة الثقيلة الحارقة. دكوا هذا المبنى على رجاله، الليلة نمحو قوة الشرطة من الوجود. يا رجال، الليلة نقدم أرواحنا فداء لشعب مصر. حاصر المحافظة طول الليل وفضل يضربها بكل أسلحته التقيلة. وبعدين يا جدو؟ الضباط المصريين والجنود كانوا متحصرين وما معهمش إلا سلاح بسيط، ومع ذلك قدروا يصيبوا عشرات من جنود جيش الاحتلال. وإحنا؟ قبل الفجر كانت الذخيرة خلصت والمبنى كله بيتحرق، وخرج البطل وبقية الجنود من المبنى وقتلهم المحتل. بالعكس، زاد احترامه للبطل المصري اللي صمد بسلاحه البسيط قدام سلاح أقوى الجيوش علشان يدافع عن ناسه وأهله. أوقفنا النيران بعد أن كبتنا العشرات من جنودنا وقادة فرقنا. كيف صمدتم كل هذا الوقت أمام ترسانتنا الحربية العظيمة بأسلحتك البدائية وعدد رجالك الضئيل؟ أما عن الصمود فهو عقيدة المصريين، وأما عن الثبات والرجولة فهي ما تعلمناه في كلية البوليس، وأما أسلحتنا البدائية فكبرت وعظمت لأن ذخيرتها الإيمان وحب الوطن. أجبتني على جميع الأسئلة إلا واحداً، عدد رجالك. كل شعب مصر رجالاً ونساءً وأطفالاً هم رجالي. لم تكن تواجهني وحدي، بل كنت تواجه شعب مصر العظيم. جنود! سيدي! فلنؤدي التحية لمن استحقها.